في سنوات 2013-14 وعاودت وققنا على الاتحاد الاوروبي لان سوق الغاز يتطلب عقود طاوله المدى لانها تضمن مداخيل للمورد وتسمح له بالتمويل الهادئ ومضمون. ولهذا الجزائر نجحت لانها استطاعت ان تمول مشاريع الانابيب عن طريق قرض البنك الاوروبي للتنميه، وبالتالي لابيو، بالتالي هذه الصيغه الصيغه اللي اقترحت الجزائر واقعيه جدا وليست في عنوان الصراع الذي يفرضه الغرب، يريد تاثير الاسعار، تاثير على المنتجين، توزيعهم، ادخالهم في صراعات. كل الصراعات اللي نشوفوها حول البحار، حول هذه، كلها صراعات تبغى تتغذى من هذه الطموحات. وبالتالي القرار المهم هو طمأن الجميع انه يمكن ان نذهب الى ازدهار عالمي والحفاظ على النمو العالمي. الدول المنتجه لا تريد اسعارا مرتفعه، تريد اسعارا عادله، وبالتالي هذا هو الاساس، وهذا هو في هذا القطاع، في هذا الاطار تاتي القرارات.